نفت ولاية أم طنجة بشكل قاطع صحة المعطيات التي تداولها بيان منسوب لأحد التنظيمات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي تجري يوم الأربعاء 8 شتنبر على الصعيد الوطني، والتي تزعم تعرض مراقبين بمكتب للتصويت بمنطقة الشرف السواني بطنجة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض من قبل أحد الأشخاص المحسوبين على خصومهم السياسيين. وحسب مصدر أمني للسافر 24 أنه تصويبا لهذا المزاعم والادعاءات غير الصحية، تؤكد المعطيات الأولوية للبحث المنجز على مستوى ولاية أم طنجة أن الأمر يتعلق بخلاف شخصي بين الضحيتين من جهة وشخص من ذوي السوابق القضائية من جهة ثانية، وذلك بسبب نزاعات وعداوات سابقة بين الطرفين، وهو الأمر الذي تطور إلى تعريضهما لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بحيلة لا شافية، والذي لا يوجد به أي مركز للتصويت، مع العلم أن جميع المراقبين المعتمدين يتواجدون بمركز التصويت منذ 8 من صباح اليوم وليس بالشارع العام. وأضاف المصدر ذاته أن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا في القضية. وأضاف المصدر ذاته أن مصلحة الشرطة القضائية بمدينة طنجة فتحت بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ تم الانتقال للمستشفى لتحصيل إفادات الضحيتين، بينما تتوصل العمليات الأمنية من أجل توقيف المشتبه فيه المتورط في هذه القضية بعدما تم تحديد هويته بشكل كامل. وإذ توضح ولاية أمن طنجة هذه المعطيات الداحضة للمزاعم المنشورة، فهي تحرص في المقابل على التأكد على أن الأمر يتعلق بنزاع شخصي لا علاقة له نهائيا بسير العملية الانتخابية والتي جندت لها مصالح الأمن الوطنية كافة الإمكانيات البشرية والموارد الأمنية من أجل تأمينها وضمان نجاحها. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر لايك وتدعيمنا بتعليقات جميلة، جزاكم الله خيراً.